السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. فيديو اليوم غادي نديرو بسطيله بمقادير اللي عندك في الدار. عندي دجاج هنايا تاع صدر كرتو طريفات صغار، عندي هنايا زعفران الحر، بصلاق بشلضه، عندي مليحه، خرقوم عرق، بزار، كاس ديال الزيت، عويد ديال القرفه. صافي غنمشيو دابا ندوزو باش نديرو ميطيب تشحال البصله، نديرو معها الدجاج. طنجره غنديرو بصله، درت معها واحد الثومه، ضرس ديال الثومه، صافي، ندير الملحه، الملحه ما نكتروش حتى ها هي الملحه شحال درت انا، ندير الزيت، كاس ديال الزيت، ماشي كاس عنبه، كاس صغير ديال العنبه، نلوح واحد عويد ديال القرفة، نشربوها مزيان، نخليوها تطيح شوية، نديرو معاها الدجاج، منزيدش دابا القامة تندير الدجاج، عاد نزيد القامة أخرى، نزيد الزهر و الخرقوم. دابا ملي طاحت شويه البصله غنديرو الدجاج ديالنا، انا درت على الصدر، مدرتش الدجاج كامل باش نحيد ليه الطومه، ودرت معاه زعفران الحر، صافي نخليهم، نديرو زعفران خرقوم عرق، كتروش منه بزاف، بزار نديرو حسب عينك ميزانك تاتيا، سكينجبير كنديرو بالزيت شويه، درت واحد شويه ديال الخرقوم ديال الباكيه، صافي هادشي اللي عندي دابا، ونخليو حتى يتقلاو شويه، ونزيد عليه واحد شويه الماء، خليوه يطيب دابا ونرجعو معاكم عاوتاني ان شاء الله. هو الدجاج داك يتقلى لينا، صافي نزيد معاه واحد ربع كاس ديال الزيت، وما كاملش كاع زيت البلديه، شعلت المذاق شويه، صافي ها هو تقلى لينا مزيان الدجاج ديالنا، نزيد عليه واحد ربع كاس، بلاتي معبر بكاس ولا بلاش معبر بربع كاس باش يطيب لنا شويه الدجاج، وخلينا ديك الروب باش نديرو البيض ديالنا كيطيب، صافي غنخليوه يطيب ان شاء الله ونرجعو. ها هو طاب دابا الدجاج ديالنا، صافي غادي نحيدوه ونخليو هاد الزويته هادي غنديرو فيها البيض، ها هو البيض ديالنا غنديرو هنايا نهرسوه هنا كيطيب، دابا غنصفيوه ونديرو البيض معاه، ها هو الدجاج ديالنا طاب، ها هو غادي نحيدوه من المخلة ديالو، نصفيوه مزال ونديرو هاد الدغميرة هادي نديرو فيها البيض ديالنا، أنا غندير واحد خمسة البيضات هذا، هاد الطريقة هادي، هاد الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، الله يجعل البركة، صافي غادي نحركوهم تيطيبو ونزيدو عليهم الشعرية الصينية اللي درناها في الما، ورتاش ليكم أنا نقضي عليكم دابا. هاي الشعريه درتها في الماء سخون شويه، غادي نصفيها ونديرها مع البيض ان شاء الله. الان نديرو الشعريه ديالنا هاد الرابعه، ماشي كثير، صافي نحركو، صافي نخليها تطيب حتى هي ونشف هذاك الماء، نشف كامل من الماء ما بقاش حتى شي ماء، صافي نحيدوها ان شاء الله. هاي لاطيب شغنديرو، هاي درناها بالزبده بالزيت، درنا شويه مع الزبده
هو الدجاج ديالنا من برد. هنايا اللوز اللي درناه طحناه مع السكر والقرفه، وهذا البيض اللي طاب مع الشعريه الصينيه. دابا غنبداو ببركه الله، كنبداو نرشوها شويه، هزوا ورقه دهنا بيدينا بحال هكا بحال الطريقه هذه. اي ورقه هزينا ندهنوها بالزبده، دابا كلشي طايب على الورقه، ان شاء الله من تحمر فران وكلشي يكون واجد بالطريقه هذه. صافي ترشو ماشي بزاف، كرشو شويه اللوز مع السنده واللول الفرقه اللي كنديرها هنا، نديرو الدجاج ديالنا نديرو الطريقة هذي، نسرحوها مزيان مزيان، نديرو عاوتاني واحد ديال اللوز داكشي اللي بقى. صافي صافي، لا شي صعيبة بزاف. صافي كنشدو واحد معلقة ديال العسل نديرها هكا، كاين اللي مكيبغيهاش حلوة بزاف. صافي ونديرو هاد اللوز اللي بقى لينا، صحي الدية بيضا، شدو ورقة هادي القطعة نديرو عليا هنا ماشي مشكل. صافي نبداو نجمعو بحول الله بالطريقة هادي، لا غادي كنجمعو بستاره ديالنا التقليديه العاديه اللي كنديرو ديما، ناخدو وحده اخرى بهذه الطريقه هادي، شدوها صافي ونبداو نجمعو، ديرو بحال هكا بحال هكا لمطو كنخشو فهاد الطريقة هادي. شوفو مزيان غادي لو كان كنهرقو الطريقة هادي. صافي سليمة ان شاء الله، دابا ندخل الفران ان شاء الله وملي يتحمر نخرجوها بحول الله. هاي هاي البسطيله ديالنا ملي خرجنا من الفران هي تتحمرات مع كل شيء طيب ان شاء الله. دابا غادي نزوقها بشويه سكر كلاصي، وكنتمنى هاد الطريقه تعجبكم وتمنى لكم التوفيق والى اللقاء. سلامه.